عليكم أعزائي المشاهدين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم موضوعنا طريقة برمجة ريموت السبلت. هواي يسألوني علي هذا ريموت السبلت وهذا السبلت، بس هذا تروح قبل الدقمة مكتوب عليها مود، تظل تغير بيها الشكل. هذه هسه فان، هذه تدفئة، هذه اوتو. اي اوتو طبعا ما يشتغل كومبريسر. هاي النجمة الوحيدة اللي هي بها تبريد، فبعدين تنزل على الدرجة اللي تخليها، طبعا دائما اخليها اقل شيء 20 على مود ينظم، ما يظل يذب ماي، يكون يعني منتظم تبريده حلو ويفصل الكومبريسر. هذه فان، سرعة الفان اوتو يعني تلقائي، هاي عالي وسط ناصي. هسه اوتو هذه موزعات، هسه مشتغله، هسه طافيه. وهذه التايمر وقت، يعني من هنا تعلوت نفس الوقت، من هنا زائد، هاي تايمر زائد وتايمر ناقص، هاي الساعات الى 12 ساعه يمكن. هذه سليب يعني يقلل الاضاءه، هاي الاضاءه مال الشاشه، وهاي يعلي الاضاءه. اذا نما الغيات هنا جنب الكارت الجوكر يعني ما انفعلات، وهاي الدقمه طف والشغل، تبقى ضاغط عليها تطفى، تبقى ضاغط عليها يشتغل. هاي اذا وهسه مو بس طف والشغل، ترست الكارت كله ترسته. صار انا ريمونتات شويه بيها تعقيد مثل الكرافت، ان شاء الله اذا جاني كرافت اشرحه. ولايك ومتابعة والصلاة عنا بالتعليقات، وأي استفسار تركونا بالتعليقات، إن شاء الله نوضحها بالقادم الأيام، وشكرا لكم.